زرنا احنا المكتبة دار الحكمة، انا ومجموعة من الطلاب لجنة اصدقاء المكتبة. طبعا الكتاب مهم جدا في حياتنا، فلازم اي بيت لا يخلى من مكتبة، فالكتاب والقراءة اساس الحياة. فهاي الزيارة يعني ان شاء الله تعالى بدنا نشتري بعض الكتب من هذا المكتبة العريقة الرائعة، وأحضرت معي مجموعة من الطلاب حتى يطلعوا ويشوفوا بأنفسهم المكتبة والكتاب، يبكوا عن كرب ويشتروا الكتاب طبعا المفيد اللي بيفيدهم طبعا في المدرسة وفي الجامعة وفي البيت. الكتاب أو القراءة يعني إشي مهم في حياتنا جميعنا، لا يمكن أن نرتقي بدون ما نقرأ، بدنا نقرأ من الكتاب، يبقى الكتاب هو الأساس. يعني في عنا الآن، في عنا نت، في عنا تلفاز، في عنا وسائل أخرى، لكن الكتاب اللي هو بيظل أساس جميع الوسائل الموجودة في المجتمع، رغم أنه يعني في وسائل أخرى ويعني بتكون بجوز جذابة أكثر، لكن يبقى للكتاب رونق وعبارات المكتوبة في الكتاب، ويعني يصطحب الكتاب أينما شاء الإنسان أو الطالب أو أي إنسان أي مواطن، بأخذه وين ما بده، بيكون صديقه ورفيقه في جميع المواقع في الحياة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكننا وقدرنا أنه نقدم هذه الخدمة في هذه المحافظة في موضوع الكتاب الذي أهمل في الفترة الأخيرة من جميع المكتبات في فلسطين، لكن بفضل الله استطعنا أن نعيد للكتاب اعتباره في هذه المحافظة، ونلمس هذه الخطوة الجريئة التي اتخذناها بتوفير الكتاب للمواطنين وبالدعاية وبالمعارض المستمرة السنوية، وهذا المعرض السابع يؤتي ثماره وأكله بين طلبتنا خاصة في المدارس وفي الجامعات. هذا العام بفضل الله كان أفضل الأعوام على الإطلاق على مدار السبع معارض، وهذا نتيجة التفاعل مع المجهود الذي تقوم به إدارة المكتبة مع الجماهير سواء في الجامعات أو في المدارس بعرض الكتاب وتقديم العروض المميزة السنوية التي تلقى ترحيب وإعجاب الجميع. وضعنا هسه كثير أبعد عن الكتب وعن القراءة وعن الشغلات هاي، فبنأيد دائما أن نرجع للكتاب لأنه الصديق الوحيد في الدنيا هو الكتاب. زيارة حلوة وممتعة، في كتب كثيرة يعني، والواحد بيحتار صراحة. الطلاب جميعهم يعني شافوا الكتب اللي لهم بيحتاجوهن لحياتهم، لحتى المدرسة اللي هم فيها في كتب برضو مش موجودة بالمدرسة وهم بحاجة لها اشتروها، وهينا من نتفرج ونتجول في أنحاء المكتبة. روعة المكتبة وحلوة جدا يعني، وخططنا مع الأستاذ أساس نرجع أخرى زيارة ثانية للمكتبة.